اهلا بيكم معايا في حلقه جديده. النهارده ان شاء الله عندنا فقرات حلوه جدا. اول فقره هيكون معانا جزاره، واحده ست بجد ان شاء الله، وهتبقى هي متخصصه جزاره وهتعمل قطعيات، يعني هتتكلم عن قطعيات طبعا نسالها فيها، وهتعمل وصفه معانا من اللحمه. وهيكون معانا كمان النهارده ان شاء الله الدكتوره سهى عيد، خبيره طاقة المكان. طبعا دي من المواضيع اللي دايما بنحبها جدا، ازاي نقدر نقيس طاقة المكان ده، هل ايجابية ولا سلبية. ومعنا الشيف فاطمة، وهتتكلم عن سلامة الغذاء، هنتكلم عن الفراخ ازاي نشتريها، ازاي نخزنها، ازاي نحافظ عليها من البكتيريا والكلام ده كله. وعندنا فقرة كمان مشروعات عن تصميم الشنط لمحبي فقرات المشروعات ان شاء الله. هنروح لفاصل، بس قبل الفاصل عايزه اقول لكم على تقرير مهم. التقرير ده شركه سانوفي في مصر، هو قطاع متخصص للامراض المناعيه والنادره، عملوا مؤتمر صحفي لاطلاق احدث ابتكاراتها. هو دواء جديد في السوق، وده بعد ما اثبتوا نجاحه وفعاليته في 60 دوله لعلاج ما يقارب 300 الف مريض. بيعالج الدواء ده نوعين من الأمراض المزمنة، الأكزيما والربو الشديد. تعالوا بقى نشوف مع بعض التقرير ده دلوقتي. الجلد الجاف كذا نوع، جلد جاف مورث وجلد جاف مكتسب. الجلد الجاف المورث اللي العيان بيتولد بيه بنسميه تأتبي، يعني جلد جاف تأتبي، هو ده اللي احنا بنحاول نصلحه بالترطيب. الجلد ابتدى يهدى، بس دي فور لايف اللي انا بقوله ده على طول. ناس كتير قوي بتشتكي من حكه في الجلد، هو عبارة عن جفاف شديد في الجلد بيسبب حكة شديدة، العيان ما بيقدرش ينام من كتر ما بيحك، وده بيسبب ساعات بالذات في الأطفال بيحصل لهم التهاب بكتيري. فأنا النهاردة بعد ما العلاجات البيولوجية بقت موجودة للصدفية والمرضى بقوا عارفينها وموجودة للبواب، النهاردة بنعرض دواء جديد للإكزيما التأتبية، واللي هيفيد قطاع كبير من المرضى إن شاء الله. هو مرض ربو الشعبي، مرض من الأمراض المنتشرة في مصر. النسبة بين الأطفال أكتر شوية من الكبار، حوالي 10%، في الكبار حوالي 7%. هو مرض تنفسي بتبقى أعراضه نوبات متكررة من ضيق النفس مع الكحة مع صوت زي صفير أو خروشة. العلاج البيولوجي زي الدواء اللي موجود النهاردة ده بيبقى مسته إن هو إحنا ما بنحتاجش ندي المريض كورتيزون، فبيتجنب الآثار الجانبية، وده بيعدل من الاضطراب اللي حصل في الجهاز المناعي. النهارده بعد موافقه هيئه الادويه المصريه على تسجيل الدوبيكسنت في مصر، الدوبيكسنت هو اول علاج بيولوجي بيعالج نوعين من الامراض، اللي هو التهاب الجلد التأتبي المتوسط والشديد والربو الشديد الغير متحكم فيه. احنا بنفخر ان دي اول بلد في افريقيا احنا بنطلق فيها العقار الجديد ده، وده طبعا لاهميه السوق المصري، وتماشيا مع الرؤيه والتطور الشديد اللي بيحصل في القطاع الصحي في مصر. وفي حوالي، انا احب اقول بس ان في حوالي 300 الف مريض دلوقتي بيعالجوا بالدوبيكسنت على مستوى العالم بنتائج يعني الحمد لله كويسه، فبنامل ان ده يكون في مساعده للمريض المصري. بتتشال الحتة العظمة وبعدين ونشيل العظمة التانية دي كمان. في ستات بتذبح كمان. وفي دلوقتي بقى في ستات جزارين، يعني ابتدوا يظهروا.
بجد؟ أوه. دي ما سمعتش عنها. لا موجودة. فتاة كسرت القاعدة وامتهنت الجزارة علشان تثبت ان مفيش مستحيل مع الإرادة. الأستاذة إسلام حسن الشهيرة بي لوما اتخرجت من كلية السياحة والفنادق، لكن قادتها الظروف علشان تشتغل في محل جزارة وتثبت ان مفيش مستحيل وان مفيش حاجة صعبة على الفتيات، لان اللي عايز هيقدر، وتجذب انظار الناس ليها وتكون محل تشجيع لكل اللي حواليها وقدوة لكتير من الشباب والبنات. اهلا بيكم على الفاصل. زي ما انتم شفتوا معانا لوما، معانا اسلام حسن. اهلا بيكي. اهلا بيكي، ربنا منوراني. ربنا يخليكي، ميرسي. اسلام، انت اول جزاره صغيره في مصر ست، صح كده؟ اه بجد انت منوراني، ربنا يخليكي، ميرسي، كتر خيرك، ميرسي. مش سهل ان الواحد يعني يخش مجال معروف فيه ان الرجاله دايما هي القائده في المجال ده، وغير كده انت كمان دارسه سياحه وفنادق وقررتي تخشي المجال ده، احكي لنا التويست ده جه ازاي؟ هو الفكره في الاول خالص ان انا كنت بدرس في الجامعه وكده، وكنت اللي هو عايزه اسد بقى فلوس الجامعه وكده، فاشتغلت كذا شغلانه والمرتب فيها ما كانش قوي يعني، ده زائد ان انا ما كنتش باكل لحمه ابدا نهائي. ففي واحده صاحبتي قالت لي تعالي في محل جزاره وماركت وكده، تعالي نشوف الدنيا فيه. وكان طالب ما كنتش تاكلي لحمه ليه؟ عشان انت كنتي فيجيتيريان ولا عشان؟ بعرف منها جدا وبعرف من ريحتها والكلام ده يعني. تمام. فجينا بعدها سالت عن مرتب، قال لي مرتب، كان مرتبها المرتب وقتها اصلا كان يكفيني السنه كامله بتاعه الجامعه. قلت له خلاص تمام مفيش مشكله. فجيت ابتديت بقى ان انا اجي ابقى فاتحه الباب اللي جنبي، مش عايزه اشم الريحه، حاجات كده كتير كده حصلت. دي غريبه فعلا ان انت مش مستحمله ريحه اللحمه ولا بتاكليها خالص، وانت تشتغلي وتبقي متخصصه في اللحمه خالص. كنتش بطيقها، كنت افتح الباب اللي جنبي واللي يجي يهزر معايا في حته لحمه كنت ازعل منه جدا وخلاص ما تتعاملش معايا. طب وبعدين؟ جينا بعدها الراجل اللي كان في المكان كان عارف ان انا جريئه، انا جريئه بس مش في ان انا اشتغل في حاجه زي كده انا بقرف منها. فجه في مره عمل برجر وسجق، وهو ما شاء الله يعني الحاجه بتبقى تحفه قوي، فعمل برجر وسجق وكده وقعد يقول لي ايه بصي جربي كلي معانا جربي، مش عارفه اقعد اقول له لا، فشميت ريحه السجق يوميها مش هنساها، فكان طعمها كان تحفه قوي، فرحت قلت راح قال لي هجرب لك البرجر بقى يعني، خدني مره واحده واحده كده لحد ما ابتدى يخليني يقول لي ايه بقول لك ايه ده في ذبيحه ايه رايك؟ قلت له لا 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 مفيش الكلام ده مش عارف. اول ما دوتي سجق قلت يا ده انا كان فايتني كتير، انا كان فايتني كتير. فجينا بعدها كان في ثلاث خرفان جايين بره كان تبع زبون، فراح قال لي بقول لك ايه هقول عليكي جامده جدا 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 لو جمدتي قلبك وبصي هعمل لك اللي انت عايزاه، بس طلعت اذبحي الثلاثه دول. كان معايا جزار وقتها، طلعت سنيني السكينة، وكنتش لسه بفهم اصلا في سن السكاكين والكلام ده، بس قال لي بصي انت هتمشي ايدك اللي هو تنزلي بسن السكينة وتمشي هي مرة واحدة بس بكل عزمك عشان الحاجة اللي تحت ايدك ما تتعذبش. ده انت بقى اكيد برج الاسد صح؟ لا الحمل. الحمل؟ لا ازاي الحمل؟ فجيت بعدها اتشجعت بصراحة، بعدها بقى كسرت قاعدة ان انا بقرف، لا لازم بقى اتعامل، اصل انا ايه حبيت بقى موضوع ان انا اذبح ده يعني، فعلا قاعدة ان الواحد يتحدى مخاوفه بانه يعملها. لو الواحد خايف يعني يروح يعملها بتكسر الخوف ده. جينا بقى بعدها ابتديت اللي هو ايه عايزه اقطع لحمه، وكمان اشكال اللحمه عندنا بتبقى اللي هو ايه بقى السمنه والتربيانكو والفليتو والكلام ده كله بيبقى بصي تتشمع تبقي انت عايزه تقومي تقطعيها حتى لو انت ما بتعرفيش فيها. سبحان الله، حاجه بتبقى تحفه. فاللي هو ابتديت اللي هو في الاول طبعا انت لو زبونه جايه لي بيبقى ريحه اللحمه انت بتبقي شماها، ان انا دلوقتي ما شمش ريحه لحمه عندنا في المكان عشان خلاص انا بقيت اخده على على عشان واخده عليها. فجيت ابتديت بقى بعدها ان انا اقطع وكده. الجزارين معايا كانوا شاطرين جدا في ان هم كانوا اللي هو يشوفوني نفسي في الحاجه الفلانيه بس يخلوني اتشوق عليها جدا، وبعد كده في الاخر يشوفوني هعملها ازاي ويلاقوني بعملها صح، اللي هو مش بيخلوني اعمل الحاجه على طول علشان ما بقاش خايبه فيها او كده. فبعدها ما شاء الله يعني الموضوع بقى سهل جدا. والله انا سعيده جدا. احنا عشان نلحق الوقت ونشوف الوصفه انت هتقدمي لنا النهارده كباب حله حلو قوي، قولي لنا المقادير. المقادير يا ستي هنجيب كيلو ده قرموط دراع، تمام، ده هقطعه
هيبقى يعني مكعبات قرموط دراع ده الكتف تمام، في لوحه الكتف ده القرموط اللي لازق في لوحه الكتف، حاجه ناعمه كويسه جدا، تنفع كباب حله، تنفع طبخ، تنفع كل حاجه تمام. وكيلو بصل، البصل ده انا لسه هيتفرم يعني وكده، وورق لورا وحبهان وملح وفلفل اسود وسمنه وفلفل اخضر ورومي، فلفل اخضر رومي، وسبع بهارات، وبهارات لحمه وقرفه ومستكه وجنزبيل باودر بس. تمام، هنبتدي بايه بقى؟ يلا هنبتدي ان انا اول حاجه هقطع اللحمه. اتفرج بقى على التقطيع. بص يا ستي، سكينه ما شاء الله مش جايه. تمام، كنا شفناكي وانتي بتسني دلوقتي. تحبي تورينا؟ عايزه بس لا استل مثلا وقف. عايزه احط ده على ايه؟ في اي مكان، على طبق. ينفع لي يعني؟ تمام. المسن مش شغال بس ف طيب قولي لنا وانت شغاله كده اسم اللومه ده جه منين؟ كان جوز اختي اللي مطلعه عليا. يعني انا اللي هو كان انا حصل لي يعني حصل لي دروبات كتير قوي بسبب اسمي. وناس كتير جدا قالت ان انا يعني اللي هو ايه، كل ما اروح مثلا يعني في الجامعه اتعمل لي شهاده تجنيد عشان اسم اسلام. ما تستغربيش. اتعمل لي شهاده تجنيد في الجامعه وكده، فجي بعدها المخرج بس بيطلب منك لو تشيلي طبق البصل الناحيه الثانيه. تمام، عشان الكاميرا تجيبك كده. حلو، تمام. جينا بعدها كنت الخط بتاعي كان معمول في الشركه، شركه فودافون، فرحت بقول له عايز اعمل الخط بتاعي، قال لي اسمك ايه؟ قلت له اسلام، قال لي معلش المفروض هو اللي يجي. قلت له هو مين؟ هو ليه يعني هو مين؟ في مصر ان اسلام اسم ولاده بس او رجالي؟ لا انا يعني انا لقيت مؤخرا ان في بنات اسمهم اسلام. يعني عايز. انا ما كنتش اعرف خالص ان في بنات زي ما في جهاد ولاد وبنات. لا خالص، انا ما شفتش خالص دلوقتي بقى ان في بنات اسمها اسلام الا قريب بقى، يعني في بنت كذا بنت كده قالوا لي ان هم اصحابهم اسمهم اسلام، بس انا ما كنتش اعرف الموضوع ده. بس فقابلت مشاكل كتير جدا بسبب اسمي. فقررت يبقى اسمك قررت لومة ان أنا مش لا خالص، كان اللي مطلع عليا اصلا لومة جوز اختي، يعني انا ما كانش فارق معايا. انا ما واجهتش المشاكل كلها في اسمي الا وانا في الجامعه. بس قولي لي طيب، انت في الجزاره اكتر ناس زوار بيجوا او ناس عايزين يشتروا بيبقوا ستات ولا رجاله؟ لا اكتر ناس بتيجي تشتري رجاله. اكتر ناس بتشتري رجاله. بس الستات ما شاء الله يعني دلوقتي ما بتيجي بت يعني اللي هو ايه اللي هم ما شاء الله عليكي مش عارف ايه اللي هو. انا لسه عايز اسالك، هم بتدوكي طاقه ايجابيه حلوه بقى كست شغاله؟ لا الله اكبر عليكي ما شاء الله، ويجوا كمان يصوروا معايا والله. بجد يعني الستات هناك بصراحه جميله خالص، والنوع ان هم ايه يعني مش بيضطهدوكي والكلام ده يعني، لا خالص. والرجاله بقى بقالك كام سنه؟ 8 سنين. 8 سنين شغاله مهنه الجزاره. طيب ايه اغرب المواقف اللي حصلت لك وانت في المحل؟ اغرب المواقف، بس هي في مواقف كتير قوي يعني. انا مره كنت واقفه وكان واحد جزار زميلي يعني معايا وكده، ولقيت واحد قد ابويا داخل يقول له انا عايز اتجوزها. لقيتيه قال لك ايه؟ عايز اتجوزها. بجد؟ طب انا فعلا كنت عايزه اقول لك ازاي معظم الزائرين رجاله وما اتجوزتيش لغايه دلوقتي. لا بس يعني انا الموضوع بالنسبه لي مقفول تماما، يعني انا مش دلوقتي خالص. انت حاطه تارجت ليكي مش عايزه دلوقتي؟ انا مش يعني انا يعني يا انجح في شغلي وفي حياتي في شغلي، يا اما اتجوز. وانا اتجوز يعني ما اقصدش حاجه والله، بس انا الجواز دلوقتي حد خلاص شاف طبيعه شغلك ويبقى موافق. الجواز دلوقتي مش هيعمل لي حاجه يعني، انا مش حاسه ان انا مش لاقيه نفسي دلوقتي في الجواز خالص بصراحه. يعني اشوف نفسي احسن في شغلي وخلاص. انت بس عشان ما قابلتيش الشخص اللي هو المناسب مش عايزه اللي مش عايزه اقابله. مش عايزه ابدا. لا انا الحته دي مخوفاني في الجيل الجديد. لا ده والله ابدا يعني. والله ابدا يعني انا بص انا بحب ان انا اعتمد على نفسي جدا، وبحب ان انا دايما ابقى اللي هو يعني ايه ابقى ما انا مش عايزه شايله اندبندنت وومن دي خالص. شايله نفسي يعني. شايله نفسك حلو جدا طبعا، بس انت لما تختاري شريك حياتك يبقى مقدر ده، يبقى ما يوقفلكيش في حياتك طبعًا. بس مش انك ايه
تمنعي خالص ان يبقى في شريك حقيقي؟ لا خالص، يعني انا اكتر حاجه انا بحبها في حياتي ان انا ابقى معتمده على نفسي جدا. عايزه طبق. طيب احنا فاضل لنا كده كده دقيقه على الاذان. انت المفروض هتحطي ده في الحله. في الحله صح. طيب الاطباق تحتك على طول. تمام. بعدين قولي لي انت اكتر طبخه بقى بيحبوها في البيت عندك ايه؟ اكتر طبخه بيحبوها عندي في البيت، بصي هو انا في المصنعات ببقى هيله جدا، يعني اللي هو اللانشون والسوسيس والحاجات دي. لا لا لا، السجق والبرجر والكلام ده كله بيبقى، الحاجات دي بتبقى تحفه جدا. تحفه جدا جدا. الحاجات اللي هي بتتفرم كده وتتعمل تبقى رهيبه بصراحه. يعني حلو ده. ليكي خلطه خاصه ولا؟ طبعا، يعني مش كل الناس، مش كل الناس يعني تعرف الخلطه دي، يعني الجزارين تختلف من واحد لواحد، فاهم قصدي؟ انما كل حد ليه سر مهنته. طبعا. طيب احنا هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع على طول. علينا ورجعنا دلوقتي لإسلام حسن لومة الجزارة. احنا دلوقتي كنا بنعمل وصفة كباب الحلة، صح كده؟ لو تقولي لهم تاني يا إسلام الوصفة من أولها عشان بس إيه ما تابعش من الأول. مبدئيا حطيت سمنة، وبعدها حطيت مستكة، وبعدها حطيت حبهان، ودلوقتي هحط باقي البهارات. في سبع باقي بهارات. سبع بهارات. سبع بهارات. وقطعية اللحمة قولي برضو تاني اسمها. قرموط دراع. أو عمود دراع أو اللي عمود هو كتف. عند الكتف. عمود كتف. عمود كتف. عشان طرية، حتة طرية حلوة لكباب الحلة. وبحط جنزبيل، ربع معلقة جنزبيل يعني، وقرفة، ورق لورا. تمام. قولي لي بقى لما نيجي نشتري لحمه ازاي نتاكد ان اللحمه دي كويسه؟ حلو، سؤال حلو. اللحمه بتبقى فاتحه، تبقى لونها وردي، تبقى لطيفه جدا، يعني انت نفسك من غير ما تسالي حد بيبقى باين على اللحمه، فاهمه قصدي؟ غير كده اللحمه الثانيه بتبقى غامقه، تحسيها مسمره كده، تحسيها يعني تحسيها اللي هي يعني ايه، يعني لحمه فيها مشكله، يعني بيبقى شكلها باين ريحه وكل لا سيبك من الريحه، بيبقى باين جدا 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 على اللحمه اللي هي بيبقى، بصي سيبك من اللحمه تبقى مريحه، لونها ما بيبقاش مغير بس بيبقى لونها غريب شويه غير اللي العين واخده عليه، فاهم قصدي؟ ايوه. بس دلوقتي هنزل بس كده بالبصل. ده بصل قد ايه بقى؟ ده كيلو بصل على كيلو اللحمه، ده لازم عشان يعمل صوص البني. حلو قوي. تمام، لحظه. طيب هل اللحمه بتتغسل ولا مش بتتغسل؟ لا، ده سؤال كتير بيسالوه. لو اتغسلت هتزفر. يبقى اللحمه لما بتتغسل يا جماعه بتزفر. اللحمه مش بتتغسل، بس نبقى متاكدين لما نشتريها من حته تكون احنا واثقين منها عشان فعلا تكون نظيفه وما نضطرش انها نغسلها. تمام، لحظه. طيب انت بتسيبيها بعد كده على النار لمده قد ايه؟ وهل بتحطي عليها ميه ولا لا؟ لا، ما ينفعش احط عليها ميه، لان اصلا اللحمه بتنزل ميه والبصل بينزل ميه، فان انا اعمل حاجه زي دي تبقى تخلي اللحمه اصلا مني يعني. طبعا عايزه اقول لكم هي مجهزه بقى الطبق الجاهز. بصوا الطبق الجاهز عامل ازاي، شكله جميل جدا جدا. تسلم ايدك، فعلا حاجه رائعه. ربنا يخليكي. بيبقى بالصوص بتاعه كده بقى خطير. البصل بتاعي هينزل الميه بتاعته مع اللحمه، هيتسوى بقى مع اللحمه، مش هيحتاج ان انا احط له ميه ولا اي حاجه. بس هنزل دلوقتي بقى بالايه، الفلفل، وفي فلفل كمان حامي للي يحب بقى، مش اساسي يعني. انا دلوقتي انا عملت ال الوصفه الاولانيه بفلفل
وبصل طبعا يعني بيتعمل عادي عملته ببصل شرايح يعني، عشان في ناس بتحب تاكل بصل صحيح وفي ناس بتحب تاكل البصل كده عادي بس. ف تمام حلو قوي. خلينا بقى ممكن نروح نشوف الطبق الجاهز. يا مخرجنا عظيم، هات كده على الطبق الجاهز عشان عايزه اوري لون الصوص بيبقى عامل ازاي بعد ما بياخد وقت على النار، والبصل بيكرمل كده بياخد لون البني بالزبط مع اللحمه بالزبط. فخلينا كده نشوف الطبق الجاهز اللي معانا. تسلم ايدك على التقديمه، جميله جدا خليكي. شايفين اللون البني اهو من البصل ومع اللحمه بيعمل كده بعد ما ياخد فترته على النار. يتقدم طبعا مع رز لو مش عاملين 7 خطوات، لكن لو عاملين 7 خطوات اللحمه تتقدم مع سلطه او خضار فقط بالظبط بس كده. انت نورتيني النهارده، ربنا يخليكي. ميرسي بجد. قولي لي، حابه تقولي اي حاجه قبل ما نروح الفاصل؟ لا ولا اي حاجه. اي حاجه للبنات اللي حابه تكون كده برضو عايزه تشتغل حاجه وخايفه انها تشتغل حلو مجال معين؟ انا جالي كتير ان في بنات عايزين يشتغلوا شغلانات معينه بس اللي هي يعني زي الشغلانه بتاعتي كده، واللي هو اهلهم ومش اهلهم والكلام ده. انا يعني انا شايفه ان انت طالما ما بتعمليش حاجه حرام، ما بتعمليش حاجه عيب، حاجة يعني حلال اتعاملي فيها براحتك، بس أهم حاجة تبقي عارفة إمتى أنت تبقي بنت وإمتى تبقي راجل في شغلك، أو على يعني زي ما أقصد اللي هو قادرة تسدي في شغلك، إنما غير كده ما تسمعيش لحد. بس شكرا على كلامك ونصايحك الحلوة، يا رب تكونوا استفدتوا ويكون عجبكوا الفكرة نفسها وقد إيه فعلا الست ممكن تعمل كل حاجة بجد. أكيد. هنروح على الفاصل ونرجع نروح لفقرة الطاقة من أحلى الفقرات على قلبي بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل. زي ما شايفين لازم الابتسامه الكبيره دي لما يكون في موضوع عن الطاقه، فاحنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الطاقه لانها بتاثر على حياتنا جدا، سواء بقى مع حوالينا الناس بتاثر علينا، سواء المكان اللي احنا قاعدين فيه، بنلاقي دايما كل حاجه ليها تاثير بتخلي يا طاقتنا ايجابيه يا سلبيه. فاحنا محتاجين نفهم بقى الموضوع ده النهارده. معانا الدكتوره سهى عيد، خبيره طاقه المكان. اهلا بيكي منوراني. يا اهلا بيكي يا سادي. احنا بقى عايزين نفهم بقى قصة الطاقة دي، يعني ايه طاقة وازاي ممكن مكان يأثر على طاقتنا؟ طاقة المكان هو المكان اللي الأسرة بتعيش فيه والناس اللي بتعيش فيه. فساعات كتير قوي الناس تقولك انا البيت ده وشه حلو عليا او البيت ده وشه وحش عليا. فطبعا بالنسبة لطاقة المكان هي مسارات طاقة غير مرئية في المكان تؤثر على طاقة الإنسان، يا إما تخليه ناجح يا إما تخليه بقى وراه ديون ومشاكل مادية وخلافات زوجية. فهي دي طاقة المكان وتوزيعات الغرف في المكان واتجاهاته الجغرافية، وكمان الشبابيك بتتفتح منين. فقصة طويلة شوية بس فعلا حل. يعني تلاقي الناس حتى تقول أنا لما رحت البيت ده كانت عتبته حلوة عليا. مظبوط. أو البيت ده لا أنا من ساعة ما دخلت وأنا عندي مشاكل كتير. طيب إزاي نقدر نقيس ده قبل ما نعزل، أو قبل ما، أو لو إحنا في بيت عايزين نظبط الطاقات دي؟ دايما الإنسان لما يجي يشتري بيت لازم ياخد باله كويس قوي الإطلالة بتاعة المكان، بيطلع على مكان حلو يبقى هو ده المكان الحلو قوي اللي تكون فيه الشبابيك مفتوحه باستمرار. الشمس، وجود الشمس ودخول الشمس حلو جدا 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 ان هي تخش له طاقات متجدده وحيويه تديله صحه وخير وانطلاقه ونشاط. ما تخليش الانسان دايما، عدم وجود الشمس بيخلي الانسان دايما في اكتئاب، فناخد بالنا من الحته دي. بعض الاوقات قوي بنعمل حاجه غلط كبيره اللي هي السقف السائط، كلنا بنحب نعمل سقف سائط جيبسون بورد، فبناخد مساحه كبيره قوي من السقف ونلاقي السقف بقى الحيطه بقت وطيت.
ونحط بقى بالعشرين تلاتين لمبة، احنا مش عارفين السقف في اللي فوقينا ده كله مليان أسلاك وكهرباء وحاجات مش حلوة وأسمنت شكله وحش، ده فوق راسنا. أنا ما بفضلش طبعا السقف السائط إلا في أماكن معينة. ليه؟ لأنه بيعمل ضغوطات حياتية للأشخاص اللي عايشين فيه. فطبعا احنا بنقول إيه يعني الموضة ما فيش مشكلة فيها، ولكن نشوف إيه المناسب لطاقة المكان اللي بنعيش فيه. فكل الحاجات الغريبة قوي اللي بتحصل دي في الطاقات المختلفة في البيوت بتأثر على الناس. يعني في ناس كتير قوي عايزة أقولك بتيجي تاخد مثلا تقولي إيه أنا ساكنة في آخر دور. طيب أنت لو ساكنة في آخر دور ده غير مفضل في طاقة المكان، إلا إذا كان السطوح اللي فوقك معزول عزل تماما عشان الشمس، فبالتالي ما بيكونش في حرارة عالية، ما بتحسيش بضغوط، ما بتحسيش بخلافات كتير مع الأسرة، ما بتحسيش بتوتر معظم الوقت، عشان كده بيخلي الإنسان محبط أو مكتئب أو متضايق أو على طول عايش في نكد. طيب نفرض إن دلوقتي احنا في شقة آخر دور وعندنا الظروف ديت ومشاكل، هل في حل علاج للموضوع؟ مش أي حد يقدر يسيب الشقة أو يعزل. في الحالة دي هشوف فين أوض النوم وفين الصالة، وحبتدي أعمل برجولة فوق في السطح على حسابي. ليه؟ عشان أعمل ضليلة ما خليش الشمس تكون مباشرة على البلاط تحميلي الشقة من تحت، تخلي الدنيا سخنة قوي 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 قوي، فالناس هتتضايق لو ما فيش أو يعملوا عزل. ممكن العزل ياريت ياريت، ولازم قبل ما أسكن أعرف إذا كان السطح فوق معزول أو لا. حاجات تانية كتير قوي زي ما بتقول الموضوع بتاع الألوان الفاتحة، يعني أنا لما يكون البيت عندي ألوان فاتحة جميلة هتديني تفاؤل وإشراق للحياة وتجذب الطاقات اللي فيها تفاؤل، بعكس الموضة اللي تقول لك إيه لا الموضة دلوقتي إن إحنا يبقى أوضة النوم سودة. لا دي مش موضة، دي تقليعة غلط ضد طاقة المكان، لأن معروف إن الألوان القاتمة بتجذب إليها الطاقات السلبية، عشان كده اللون الأسود بتلبس في الجنازات لأنه بيركز طاقة الحزن مدة طويلة، فتخلي الناس إيه تبقى حزينة على هذا الشخص. بعكس طبعا اللون الأبيض اللي بيعمل تجدد للطاقات وبيضيع أي طاقة لو فيها طاقة حزن. مهم جدا فعلا، يعني فعلا نميل أكتر للألوان الفاتحة في بيوتنا مش للألوان الغامقة، ونفتح الشبابيك وندخل الشمس ويبقى دايما في نور، يعني ما يبقاش دايما كل حاجة مقفلة. وناس كتير يبقوا عندهم مثلا بيوتهم لا بتدخل شمس بس بيقفلوا عشان مش عايزين الشمس او ما يحسوش بالحرارة. احنا حلو نهوي، يعني مثلا لو مروحة بسيطة تحرك الهواء في المكان ونهوي البيت، هيطلع ذرات التراب، هيطلع كل الحاجات الطاقات السلبية الموجودة. لو في خناقة على فكرة، لو مثلا في مشكلة أو خلافات زوجية أو خناقة ما بين الزوجين، على طول بعدها افتحي الشبابيك وهوي وطلعي الطاقات السلبية دي برا المكان. الأخطاء الأخرى كمان يا سالي عندك موضوع اختيار اللوحات، يعني أنا بشوف بيوت كتير قوي بيختار لك اللوحات بتاعت الطفل الباكي، يختار لك لوحة ست حزينة، يختار لك حد تعبان وقاعد إيده على خده، صور لحاجة فيها بؤس أو صور معارك. كل الحاجات دي غلط في الديكور بتاع طاقة المكان، لأنها هتجذب باستمرار الطاقات الشبيهة، هتجذب الوحدة، هتجذب عدم التفاؤل، هتجذب الحدة في الطباع، هتجذب الزعل أو الحزن. فبالمقابل دايما الصور اللي فيها تفاؤل أكثر. تمام. طيب بنلاقي ناس كتير بيقولوا مثلا احنا ما عندناش حظ، احنا على طول كده رزقنا قليل، يعني على الناس الكئيبة دي ليه كده بس؟ دول يقدروا يعملوا ايه علشان او الناس اللي بتقول كده عامة ايه اللي ممكن يغير الفكر او الطاقة عنده؟ من اول ما البني ادم يبتدي يشتكي تمام ويبتدي يقول الكلام ده باستمرار للاخرين علشان يصعب عليكي وعليا وعلى اي حد بيسمعه، هو دلوقتي قدامه 3 شهور علشان حياته تتغير. تمام. يا نهار ابيض. طبعا طبعا نركز بقى، يعني فعلا الواحد لما يشتكي الشكوى بيجيب هاله حواليه 3 شهور كده سلبيه. اي حد بيبتدي يشتكي، لان في ناس ساعات بتبقى فاكره نفسها ذكيه شويه وتقول لك انا ايه هقعد اشتكي عشان اصعب عليهم تمام، او علشان ابعد الحسد. هو فاكر ان هو كده بيبعد الحسد عنه فبيقول عكس ما هو عايش في حاجه.
فدي مشكلة كبيرة، هتخلي الموضوع اللي بيقوله على نفسه بالغلط هيلزق فيه، هيكذبه، هيجي هو. تمام؟ يعني مثلا يقول لك واحد ايه جاب عربية جديدة وخايف من الحسد، يروح قايل لاصحابه ولا الناس اللي حواليه اسكت مش العربية اتخبطت. تمام؟ اسبوع وتتخبط العربية، زي ما قال بالظبط، هو جذب طاقة خبطة العربية. تمام؟ وهو في نيته يقول كده مثلا علشان يبعد العين على عربيته الجديدة، يحصل بالظبط الخبطة، وخبطة أكبر مما هو متوقع. طب الناس اللي بتنزل صور على السوشيال ميديا، بصي الناس اللي بتنزل صور على السوشيال ميديا دايما نفكر في حاجة، يعني في حركة خبيثة كده شوية لازم نفكر فيها ونعملها. قوة تركيز الشخص اللي معاكي ومركز معاكي في نفس الوقت ونفس اللحظة هتلبس لو هو حاسد أو حاقد. تمام؟ فانتبهي الحتة دي، حتى لو عن طريق صور. لا، لو أنا عندي عملت مثلا فلنفرض تجمع أسري حلو وصحابي وحبايبي، ما نزلش الصورة في نفس اللحظة، أستنى وأنزلها تاني يوم. لو أنا في حتة معينة ومسافر وبنبسط، لا ما نزلهاش في نفس يوم الانبساط، أنزلها تاني يوم. تمام؟ ليه؟ لأن الشخص هيكون مركز معاكي على الصورة في نفس التوقيت ونفس الوقت ونفس اللحظة. تمام؟ فممكن لو إنسان طاقته سلبية يفشلك اللحظة الحلوة. تمام؟ لكن لو إحنا نزلنا الصورة بعدها خلاص مش هيجرى حاجة، لأنه هو قوة تركيزه مش على نفس الإطار اللي موجود حالياً. أنت دلوقتي كنت مبسوطة في وقت معين في حتة معينة فصورتي صورة حلوة، اوعي تنزليها في نفس اليوم. تمام؟ أو نفس اللحظة. تمام. نزليها في اليوم التاني وانت قاعدة كده مبسوطة وبتتفرجي على التلفزيون وبتشربي فنجان شاي. تمام؟ ليه؟ لأن قوة تركيزه في الوقت والشكل والمنظر والحاجة اللي هو شايفها، فلو حد عينه وحشة مش هيصيبك. تمام؟ لكن هيصيبك إمتى؟ لو في نفس التوقيت. عشان كده دايما ساعات لو تلاحظي في ناس كتير قوي وأنا أعرفهم يقول لك ايه، انا لما اكون مسافر على طريق سفر ما بقولش لحد ان انا مسافر. حلو؟ بعد ما بوصل بقول لهم ان انا جيت. ليه؟ لان ساعات الانسان بيركز قوي مع هذا الشخص، ممكن يتخيله انه عمل حادثه عربيه مثلا، ممكن يتخيله في وضع مقلق. ساعات كتير الام من كتر خوفها على ابنها ممكن تتخيله ان حصل له حاجه فيحصل له حاجه. شوفي قد ايه ده، حتى الام يعني بيقول لك ايه، يعني برضو الاهل شوفي بيخافوا علينا وبيحبونا وكل حاجه، بس غصبا عنهم من خوفهم علينا ان هم يتوقعوا شيء فيحصل. فدايما على طول اول ما يجي لنا الطاقه المش كويسه نقلبها لطاقه حلوه. طيب لما جبتي سيره بقى السفر وكده، لما الواحد بيشوف في البحر الله، بيلاقي نفسه طبعا الطاقة بتتغير، ايه السبب؟ الله، ده أحلى حاجة البحر. البحر معروف بالملح، اليود، استنشاق اليود. لما بنروح نصيف ولا بننزل في البحر وبنعوم، شوفي طاقة الناس اللي حواليكي كلهم فرحانين وبيتنططوا ويتططوا ويهزروا ويلعبوا كورة ومبسوطين وآخر حلاوة وفرفشة. ليه؟ لأن الملح معروف عنه، جزيئات الملح بتنقي وتنظف أي طاقة سلبية موجودة فيها. عشان كده أهالينا زمان وأجدادنا يقول لك رشي الملح في الأركان وهوي البيت، طلعي كل الطاقات السلبية، لأنه يزيل كل الطاقات السلبية. ساعات كتير لما يكون تعبانين أو حاجة نقعد في حمام ملحي. تمام؟ عشان الطاقة السلبية يعني تطلع. يعني مش بس إن احنا نشوف البحر، لأن احنا ننزل البحر. ده حتى كمان بيعملوا أفراحهم على البحر على فكرة، طاقة جميلة يعني، طاقة حلوة قوي. تمام؟ طاقة تنظيف طاقي بمعنى أصح. إن احنا لما نيجي ننظف حاجة، حتى كمان لما يكون حجر كريم بنحطه في مية وملح علشان نزيل الطاقات السلبية من الشخص اللي صنع هذا الشيء أو عمل له إطار أو إنسان مسكه أو حاجة، فبنشيل الطاقات المختلفة والمختلطة من الأحجار الكريمة عن طريق إن احنا نحطها في الملح. صح. طيب سؤال مهم جدا دلوقتي، احنا طبعا كل يوم بنختلط بناس، أوقات بنتأثر بشكل سلبي وأوقات بنتأثر بشكل إيجابي، بس أوقات مش بنبقى عارفين برضو الناس دي مأثرة علينا سلبي ولا لأ. صح. احنا ازاي نعرف الناس اللي حوالينا دول مسببين طاقة سلبية؟ ما انا مش هعرف بقى، ده انا هو حد في النص كده في وسط القعدة
ممكن يكون مركز معايا شوية، تمام؟ بغض النظر بيحبني أو ما بيحبنيش أو كده، ولكن قوة التركيز هي مسار الطاقة المندفع اللي هو بنسميه بيفلق الحجر. ممكن يكون من غير ما يقصد وممكن يكون قاصد، الله أعلم. ولكن أفضل حاجة في الدنيا إن أنت مثلا لما يكون قدامك ناس ما تعرفيهاش، هنعمل حركة كده، تمام؟ بالمنظر ده. بركزوا تاني يا جماعة، نبعد الشيء. الحاجة التانية احنا مش بنقول التأمل بالإيد، معلش بالإيد اليمين. آه كده ولا كده؟ لا كده كده، أكني شلت الحاجة اللي مش كويسة بهوي. مش احنا يا سالي في الدين قبل ما ننام على سريرنا لازم نحرك ايدنا كده؟ صح، ما هو ده نفس الشيء. قبل ما اي حد يقول ايه ده حاجه غريبه ومش عارفه ايه، اهو السرير بقى عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ان ننفض السرير قبل ما ننام. بالظبط، دي التنفيض، تمام؟ بتحركي تنفيض الطاقه، بتحركي الشيء، تمام؟ آه. دي حاجه. ليه؟ لان الطاقات دي موجوده عالقه في الاجواء اللي حوالينا، دي طاقه غير ممسوكه غير مرئيه ولكن بتفلق الحجر، تمام؟ زي كمان احنا في الدين غطوا الطعام وغطوا الشراب. الله، طب هنغطيه من ايه؟ هو في حاجه قدامنا؟ لا، دي مسارات طاقه عالقه في المكان او من عين الاشخاص. دي حاجه لما نيجي نعمل كده. تاني حاجه ممكن ناخد مثلا ايه؟ طب معلش، نعملها اول ما نقعد ولا لا؟ احنا قاعدين مع بعض وفي حوالينا ناس كتير، مفيش مانع ان احنا نعمل كده، تمام؟ في ناس تعمل ايه؟ فاكره الحركه اللي هو ايه لما حد يقول لك ايه، او انت انا جبت فستان جديد ومش عارفه ايه وبتاع وحلو وبتاع، تروح عامله لك خمسه وخميس. دي بتعمل ايه الحركه دي؟ بتصد بتصد الطاقة. بتوقف الطاقه التركيز، تمام؟ كده، تمام؟ اللي هو كان زمان يقول لك عندنا كتكوت صغير وكبر. طب الواحد يمسك الخشب دي معناها ايه؟ بصي، هي ملهاش اي نوع من البتاع، ولكن نوع من الخوف من ان احنا يحصل لنا اي شيء عن طريق توصيل الطاقه، يعني كتسريبها، ولكن ملهاش اي علاقه خالص. اللي ليها علاقه هي ان الواحد يكون قاعد مع ناس، يبتدي طبعا يقول مثلا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الحاجات اللي احنا حاسين وعندنا قناعه ان هي تبعد عننا الحاجات التانيه. تاني حاجه مهمه جدا احنا كلنا سايبينها، التأمل صفة الأنبياء والرسل، تمام؟ كتير قوي المفروض لما نيجي نبتدي نقعد مع بعضنا لوحدنا كده في البيت، نبتدي كده نفكر في لا شيء ونبتدي نتخيل نفسنا قاعدين مثلا ايه في بيضة إزاز او كورة إزاز، ودي تعتبر الدرع الطاقي او الحماية من الأعين. فبالتالي انت بتحيطي نفسك بشيء من الفولاذ زي الإزاز، فأي حاجة هتيجي فيه هتترد عليهم او هتبعد عنك، فبالتالي انت محميه. يعني تحاولي دايما طول الوقت الواحد يقدر يجيب حواليه طاقه. ما هو انت يا سالي انت بتشوفي العين، انت بتشوفي مسار الطاقه المندفع من عين الشخص اللي بيحسدك؟ لا. هل بتشوفيه بتلمسيه بتمسكيه؟ ما بتقدريش. يبقى انا لازم احاربه بنفس الشيء. الواحد يتخيل بنور حواليه. أيوة. ويفضل لو نور إلهي، نور يعني إلهي، نور أخضر من عند ربنا، طاقة إزاز فولاذ، نور أخضر، هو النور الأخضر مثلا أو الشعاع اللي فيه إضاءة هيبعد عني العيون. ممكن تتخيلي شكل العيون وتبعديها. كل ده مهم جدا، التأمل. طب كنت سمعت برضو قبل كده إن الواحد يعمل حركة معينة بإيده كده؟ دي دي صح. دي لما بتحطي صباع الإبهام وكده، لما تكوني ناس مش عارفاهم برضو، كنت لسه هقولك عليها، زي ما بنعمل كده، تمام؟ ساعات برضو ممكن نبقى قاعدين عاملين كده. عارفة ايه كمان؟ انك تحطي رجل على رجل كمان، مظبوط. انت بتقفلي التشاكراس، تمام؟ لان بلاحظ اوقات الواحد تلقاء نفسه بيعملها، بلاقي نفسي صابعيني الاتنين كده عاملة كده وعامله كده. بتبعدي عنك، بلاقي نفسي لوحدي عامله كده في وسط الناس اوقات، فعلا بيبقى بتبعدي عنك طاقه الاشخاص السلبيه. حاجه تانية، دايما نحاول بقدر الامكان ان احنا ما نقعدش مع ناس سلبيين، لان هي دي عدوى. ما هو لو الواحد عارف الناس سلبيه ولا لا؟ بالظبط. ما انت بتساعد تشوفي الناس السلبيه اللي هو ايه اللي دائم الشكوى باستمرار عشان يصعب عليكي. طب خلينا نعرف التفاصيل دي، بس ناخد تليفون الاول. اتفضلي. الو. الو، اهلا وسهلا. لو سمحت عايز اسال الدكتور على حاجه. اتفضل. لو سمحت دكتور، انا عندي مشكله
لما ببقى بره البيت بحس بطاقة إيجابية وعادي تمام مفيش حاجة، لما باجي البيت بحس إن أنا تعبان وضيق في النفس، حتى في بحس إن أنا بعمل خناقات أنا وأخويا، ولما بنبقى بره عادي مفيش حاجة. أول ما نيجي البيت نزعق مع بعض نتضايق على أتفح حاجة يعتبر. سؤال حلو. شكرا. أشكرك، سؤالك حلو جدا وهرد لك عليه حالا. طاقة الشجار والمشاكل والخلافات دي بتنبع من توزيع الطاقة في المكان. إزاي؟ ممكن تكون أنت وأخوك مثلاً في أوضتكوا نايمين ووراكوا حائط الحمام، تمام؟ الحيطة اللي ورا راسكوا وانتوا نايمين ممكن تكون حائط حمام. ممكن تكون طاقة المكان من كتر ما في تفاصيل كتير إزعاج في المكان بتوتركوا. زي ايه؟ زي الاقي السجاده الستاره منقوشه، والاقي الكنبه منقوشه، والاقي الخده ديت منقوشه، والاقي الدنيا هنا الحيطه حمراء والحيطه خضراء والحيطه زرقاء، والوان كتير بتعمل لك ازعاج وتوتر عصبي. التوتر العصبي ده على فكره يا سالي بيخلي بينتقل في البيت، يبقى هو عصبي واخوه عصبي. الالوان الحمراء الكتير برضو بتعمل عصبيه جامده جدا وخلافات. ليه اللون الاحمر لون ناري طاقته عاليه، فمن الحاجات اللي بتعمل مشاكل ما بين الاسره الحاجات دي. كثره الابواب وتكتل الابواب في توزيعات الغرف ازاي؟ ان انا يبقى عندي في منطقه واحده ابواب كتير وانا قاعد في الصلاه، هنا باب وهنا باب وهنا باب وهنا باب، تمام؟ الابواب الكتير بتعمل برضو خلافات ومشاكل وشجار مع الاسره. ففي اكتر من حاجه لازم نبص عليها. تخيلي كده داخله بيت والبيت ده ستايره بيضه مثلا ولا اوف وايت، الكنبه ساده، الدنيا كده هاديه ورايقه والكلام ده كله، انت نفسك لو متوتره هتخشي الواحه بتاعتك هتهدي. مفيش زوايا حائطيه اللي هي الايدجز والبوز بتاع الحوائط اللي هي تكون موجهه على الانسان، ما دي مسارات طاقه غير مرئيه. ما هي دي زي الحسد، زي الطاقه المرسله اليكي بطاقه مبشره. كل الحاجات دي بتعمل طاقة توتر غير طبيعية للأشخاص، ويجوا في الآخر يقولك أصلاً لما نقلت من بيت جديد من بيتي القديم الصغير ورحت بيت كبير مثلاً اتحسدت. لا، أنت ما اتحسدتيش، طاقة البيت سلبية خلتك في توتر وفي انفعال. تمام. معانا محمد. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلاً وسهلاً، تفضل. أكلم الدكتور بعد إذنك. اتفضل يا محمد. دايما تعبان كده واروح اشوف عند الدكاتره ما بلاقيش عند حاجه. ما سمعتش. تعبان وبيروح يكشف كتير عند الدكاتره بيقولوا له ما فيش حاجه. عملت كشف فيتامين د؟ الحمد لله تمام. وغده درقيه؟ غده درقيه تمام. وكل الفيتامينات والمعادن تمام صح؟ تمام، بس فيتامين د لا صراحه ما عملتوش. طب هسالك حاجه يا محمد، بتحط ازازه ميه جنب منك على السرير؟ طيب. دي احد المشاكل الصحيه هقول لك عليها. لو بتحط ازازه ميه جنب منك باستمرار جنب السرير وانت نايم دي مشكله، تمام؟ هل انت الاوضه بتاعتك لونها ايه اللي بتنام فيها؟ والله بامبي. ايه؟ بامبي زهري يعني. لا دي ما فيش مشكله فيها. طيب سؤال تاني، انت عندك السرير اللي بتنام عليه قدامك ايه وانت نايم؟ الدولاب. في مرايه؟ طيب في مرايه عندك؟ لا مفيش مرايه. لا حلو قوي، مفيش مرايه بتعكس السرير؟ لا لا لا. طيب الحاجه الثالثه، السرير بتاعك عند الراس كده في ظهر عالي؟ في ظهر عالي. ليه ظهر خشبي؟ تمام. خلاص كده احنا عرفنا الموضوع. أول حاجة بالنسبة لمحمد، تمام، لما يكون للسرير ظهر خشبي ده حاجة حلوة جدا، تمام، بتدي له دعم وسبورت وقوة. حلو. تاني حاجة ممكن يكون اللون الزهري أو اللون البامبي لونه طاقة زي الأحمر كده، طاقته عالية، فالأفضل طبعا إن الواحد يكون عنده اللون البيج الفاتح أو الأبيض أو الأوف وايت، تمام، ليه؟ بتهدي وبتركز. أكبر مشكلة إحنا بنقع فيها وبنحصل لنا مشاكل صحية اللي هي إزازة المية اللي جنب مني في السرير. أي حد بيحط مية جنب منه في السرير على طول هيبقى جنب منه أدوية. المية تلحق الدواء. ليه؟ لأن إحنا بنقول للاوعي بتاعنا أو لنفسنا بالليل
اصحي من احلى نومه خدي بق ميه ونامي. ده من اكبر الاخطاء والاخطار على الصحه. الواحد المفروض ينام متصل، مفيش تقطعات في النوم، ينام بعمق. لما انام بعمق ومفيش تقطعات في النوم حياتي هتبقى احلى. ما عدا بس مستقرة. انا بس هقاطع حضرتك في حاجه، صلاه الفجر مهمه جدا لان بتساعد على تنشيط معين يمنع تصلب الشرايين. جميل جدا. في ناس تحب تصحى بدري اصلا في الطبيعي، تمام، سواء تصلي او تروح شغلها او تذاكر او تقرا او تعمل او اي حاجه. الصبح لازم الواحد يصحى بدري. يقول لك ايه، في مثل لبناني يقول لك نام بكير وفيق بكير. شوف الصحه كيف بتصير، شوفي قد ايه يعني صحتك هتبقى احلى لما تصحى بدري. طيب الناس اللي بنومها متقطع، ما بتنامش مستقره على خبطه واحده 6 ساعات حلوين ولا 8 ساعات مره واحده، تمام، ونومها متقطع، ده عندها مشاكل صحيه فيما بعد. لاني ما باخدش كفايتي من النوم عشان الاجهزه بتاعتي تنام بعمق واقدر ان انا اصحى فايق ونشيط. فحته موضوع الميه دي موضوع خطير جدا جدا جدا. طبعًا احنا نسينا الميه طبعا والمرايه. بس ناخد تليفون. فضل. الو محمد. الو مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا مساء بحضرتك. معلش كنت متابع موضوع الطاقه السلبيه وكده. احنا برضو عندنا مشكله، يعني زوجتي عندها مشكله. احنا نقلنا مكان جديد، مكان احسن، كانت هي يعني كان رغبتها فيه وكل حاجه الدنيا تمام يعني، بس الموضوع اثر بالطاقه سلبيه جدا عليها. على طول مخنوقه، على طول مش حابه المكان، مش حابه المكان اللي احنا فيه. فمش عارفين احنا نتجرأ يعني. انا بحاول ان احنا نعمل اي حاجه كويسه، اعمل اي حاجه كويسه ان هي تتاقلم على الوضع يعني، بس مش بلاقي استجابه يعني. حتى القران بنشغل قران كتير، هي بتقرا قران بتصلي. طب ده احمد، طب ممكن نسال سؤال؟ ممكن نسالك سؤال استاذ احمد؟ استاذ محمد. تمام استاذ محمد. اول حاجه عايز اسالك، الحمامات عندك انت في اوضه النوم، عندك حمام في اوضه النوم؟ طيب عندك سرير، عندك مرايه مقابل السرير؟ يعني بتعكس سرير الزوجيه المرايه؟ تمام، ادي حاجه. الحاجة التانية، أول ما بتفتح باب الشقة بتشوف إيه قدامك؟ لا، أنت فتحت باب الشقة ودخلت الشقة، أول حاجة بتشوفها في البيت إيه؟ البيت الريسبشن. الريسبشن. الريسبشن تقريبا لونه إيه عندك؟ عندي بيج، يعني إحنا ستيل شوية، النظام بتاعنا ستيل شوية. تمام. بص يا سيدي، انت اول حاجه بتقولي طبعا احنا هناخدها حته حته، لان في حاجات كتير بتعمل مشاكل زوجيه. من ضمنها خلي بالك ان المطبخ او بيخلي الست ما بتبقاش يعني مبسوطه، ان عندك المطبخ يكون غامق، دي حاجه. لو المطبخ غامق بيعمل مشاكل. لو عندك البوتاجاز لازق جنب الميه بيعمل مشاكل زوجيه، يعني عنصر ناري جنب عنصر مائي، هتلاقي الحوض بتاع الميه لازق جنب الايه البوتاجاز، دي على طول بتعمل مشاكل زوجيه وعدم اقبال على الـ 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 يعني ايه الراحه النفسيه في المكان. سؤال، مطبخكم غامق؟ لا مش غامق، فواتح برضو. لونه طيب. ايه؟ لونه بيج برضو يعني. بيجات. طب حلو، ده البيجات جميله. طب هل يعني البوتاجاز جنب الميه؟ احنا مثلا يعني ممكن احنا المطبخ مثلا عندي على المنور مثلا في العماره. طب البوتاجاز على المنور ولا ايوه على الشباك ده. البوتاجاز فوقيه شباك صح؟ تمام. تمام، هل البوتاجاز لازق جنب الحوض؟ قريب قوي من الحوض؟ ها؟ طيب بصي، طيب. انا احساسي زي كده موضوع المرايه. اول حاجه، لا هي ممكن تكون اكتر من حاجه طبعا. اول حاجه لما يكون المطبخ قاتم، ده على طول بيخلي ست البيت غير مبسوطه بالبيت، تمام، وفي نفس الوقت يعني مش مبسوطه وهي بتطبخ. طالما مش مبسوطه، تمام، هتلاقي الدنيا كلها معاها مش حلوه قوي، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا يكون البوتاجاز لازق جنب الحوض، ده بيعمل مشاكل زوجية وطاقة سلبية في المكان.
الحاجة الثالثة إن أنا يكون عندي البوتاجاز فوق منه شباك. عايزة أقول لك أصلاً في التصميم في الطبيعي في الأمن والسلامة للبوتاجاز ما ينفعش يكون وراه شباك معروفة، لأن لا قدر الله حريقة مثلاً وهي بتقلي وهي بتعمل الهواء اللي جاي من الشباك اللي وراه هيخلي الحريقة تكبر. فده غلط أصلاً، مش بس في طاقة المكان، في طاقة المكان البوتاجاز ما ينفعش يكون وراه شباك. الحاجة المهمة بقى ان انت لما تكون نايم انت وزوجتك وقدامك مراية، تمام، والمراية بتعكس سرير الزوجية، دي معروفة على طول طاقة سلبية، بتسمى في الفانشوي او طاقة المكان. دخول طرف اخر في العلاقة الزوجية بيبوظها. بس غطيها، غطي المراية. غطي المراية. غطي المراية. بشكرك جدا، نورتيني. أشكرك يا حبيبتي. وأشوفك إن شاء الله في لقاءات جديدة إن شاء الله. إن شاء الله يا قلبي. ميرسي جدا. يا رب تكونوا استفدتوا. هنروح بقى الفاصل ونرجع نكمل مع بعض فقراتنا. اهلا بيكم معانا من الفاصل، واحنا دلوقتي هنتكلم بقى عن اختيار الفراخ، ازاي نقدر نختارها صح، ازاي نقدر نحافظ عليها برضو نشيلها في التلاجة، ازاي كل الكلام ده بحيث ان ايه ما يبقاش فيه اي مخاطر او بكتيريا او مشاكل. معانا النهارده الشيف فاطمه زكريا، متخصصه في الطهي وسلامه الغذاء. اهلا بيكي، نوران. اهلا بيكي، ميرسي. ده نورك، ميرسي. احكي لنا بقى، انت كنت عايزه تقولي عن منظمه الصحه العالميه. هو بس حاجه بسيطه الاول نتكلم فيها عشان الناس تقدر تفهم ايه البكتيريا وازاي بتيجي في الاكل اصلا. هي خمس معايير اقرتهم منظمه الصحه العالميه عشان نقدر نحافظ على الصحه والسلامه الغذائيه. اول حاجه ان احنا نمنع انتشار المرض اللي بيحصل ما بين الانسان والحيوان، عشان ده بيسبب مشاكل كتير جدا، اللي هي زي الانفلونزا الطيور والخنازير والكورونا اللي احنا فيها دلوقتي. تاني حاجه ان احنا نوصل الاكل لدرجه الحراره الكافيه عشان اللي هي تقتل البكتيريا، اللي هي من 75 درجة ل 100 درجة مئوية، اللي هي درجة حرارة الغليان. بعد كده ان احنا نفصل الاكل المستوي عن الاكل الني، لان في ناس تلاقيها حاطة الفراخ مثلا جنبها خضار جنبها حاجة مطبوخة، فده ينقل لها العدوى وينقل لها البكتيريا. طريقة التخزين، احنا معروف عندنا احنا كربات بيوت طريقة التخزين الفيزيائي اللي هي التبريد والتجميد، بس في طرق تانية اللي هي الكيميائي، اللي هي بقى التمليح والتسكير، اللي هي المربات، التدخين، الحاجات المعلبة، كل دي برضو طرق تخزين لو اتعملت صح نقدر نحافظ على الأكل. خامس حاجة ودي أهم حاجة بالنسبة لي، إن احنا نتأكد كويس جدا من نظافة المية ونظافة الأدوات اللي احنا بنستخدمها في الأكل. تمام. ما ينفعش نطبخ حاجة مكان حاجة، نحط معلقة في حاجة نية في حاجة مستوية، دي كلها بتنقل عدوى البكتيريا وتسبب التسمم الغذائي، لأن البكتيريا هي المسببة الرئيسية يعني للتسمم الغذائي والعفن اللي بيكون موجود عن الأكل. طيب هل الأكل بس اللي بيبقى عليه عفن أو ليه ريحة هو ده اللي بيبقى مصاب بالبكتيريا؟ لا، لأن في بكتيريا بتبقى ملهاش ولا لون ولا ريحة. دي نعرفها إزاي بقى؟ دي نعرفها إزاي؟ الأكل الني أو المستوي ليه زمن، يعني عشان نقدر نحدد البكتيريا بتحتاج إيه، بتحتاج زمن ورطوبة وحرارة. الزمن بتاعها لو سواء الاكل الني مثلا هنطبخ دلوقتي لازم نطبخه خلال 4 ساعات، يعني ما ينفعش نجيب فرخه او نجيب لحمه نجيب سمك ونخليه بره في بره الثلاجه اكتر من 4 ساعات، وخصوصا ان احنا دلوقتي حر جدا، فاحنا على ما بنشتري الحاجه وعلى ما بنرجع البيت لو سبناها كمان على رخامه المطبخ ساعتين ولا حاجه بس كده بالسلامه. طيب انا نبتدي بس واحده واحده، احنا لما نيجي نشتري ايه الحاجة اللي نركز فيها عند الشراء، وبعد كده بقى زي ما قلنا الوقت اللي هو يفضل بره التلاجة وبعدين التخزين؟ ما هي بتحتاج زمن ورطوبة وحرارة. الرطوبة اللي هي المية، الحرارة اللي هي بتبقى بتنشط من 5 ل 65 درجة مئوية. ايه الحاجات بقى اللي احنا نتبعها؟ اولا احنا اكيد مش هنمشي بتلاجة صغيرة معنا في العربية او في شنطة، نبقى نتأكد بس اللي احنا جايبين حاجة من مصدر كويس، مصدر موثوق منه، سواء هنجيبها مبردة من السوبر ماركت او هنجيبها من الجزار او من بتاع الفراخ، نجيبها على البيت على طول، مفيش مشاوير يعني زياده. يا ريت لو في تكييف في العربيه نشغله، حاجه بس ما توصلش لدرجه الحراره للاكل تخليه
يصاب بالبكتيريا بسرعه. يبقى بمعنى اصح معلش بقاطعك، ما نحطوش مثلا ورا في شنطه العربيه لان مش بيوصلوا التكييف. لو احنا مشوارنا بعيد نحطه معانا في العربيه في الحته اللي فيها التكييف بالزبط. وما نعملش مشاوير تانية علشان ايه ننجز ونروح على البيت على طول نحطها في الثلاجه. كملي. تمام. هي عامة البكتيريا اللي احنا بنتعامل معاها بشكل يومي هي ثلاث انواع، مش الفراخ بس، الفراخ بتبقى مصابه بعدوى السلمونيلا، بس في كمان الليستيريا. الليستيريا دي بتبقى موجوده في الكولد كاتس او اللحوم المبرده، بتبقى موجوده في بعض من الجبن والبيض واللبن الغير مبستر، وكمان الفاكهه اللي بتبقى مزروعه في الارض اللي هي بيكون موجود في التربه، فمثلا زي الفراوله والبطيخ لازم تتغسل كويس، لازم تتنقع، لان في ناس بتجيب البطيخه مثلا ما تغسلهاش وتقطعها على طول. في كمان الاشركيه القولونيه دي بتبقى موجوده في اللحوم، عشان كده ما ينفعش نذبح بره المذبح لان دي بتيجي من الاخراج او البراز اللي بتبقى موجوده في الحيوان يعني، فما ينفعش نخلط اللحمه بحاجه زي كده. بالنسبه بقى للفراخ اللي احنا هنتكلم فيها النهارده، الفرخة أولا أنا هجيبها من عند الجزار، هجيبها من عند بتاع الفراخ، هستخدمها على طول تتغسل ولا ما تتغسلش؟ دي السؤال الأشهر، إن الفراخ تتغسل ولا لا. في طريقتين لغسل الفراخ أو ثلاثة. الطريقة الأولى إن احنا بنحطها في محلول ملحي 3/4 كوباية من الملح على نص كوباية سكر وربع كوباية من الخل، دي بنحطها في مية ساقعة وندخلها جوه التلاجة أقصى حاجة يومين. حطي بقى معاها اي معطرات، حطي معاها ورق لوري، حطي معاها وحده حبهان، ده بيساعد على يشيل اي سموم لو موجوده. نحط معاها حبوب من الفلفل الاسود، اي معطرات احنا عايزينها. دي بتقعد في الثلاجه، دي بتنزل الدم وبتخليها ملهاش ريحه ولا اي حاجه. تاني حاجه ان احنا نحط عليها كميه من الملح والليمون ونسيبها، بس نحاول ما نطرطش لان هي المشكله في الطرطشه اصلا. هنغسلها يعني بشويه ميه صغيرين ونحاول نشيل كل حاجه احنا مضايقانا في الفرخه، ونطهر حوالينا كويس جدا، ونطهر باقل حاجه الخل. الخل يعني بيقتل البكتيريا وفي نفس الوقت بيتاكل، يعني لو بتقولي بيقعد في الثلاجه اقصى حاجه وهي نيه يومين. مش اكتر من كده، لازم تستوي على طول. تمام. بقى يومين بس. بعد كده هنستخدمها بقى على طول وهنحطها تستوي، بمنع عدهاش بره الثلاجه اكتر من 4 ساعات برضه. طيب يعني احنا لو بعد ما استوت تقعد كام؟ 4 ساعات. 4 ساعات برضو، يعني سواء مش مستويه او مستويه ما تقعدش بره الثلاجه ابدا، يعني مده 4 ساعات ده كمان اقصى حاجه يعني. بالظبط. تحاولوا بعد الطبخ على طول ما اكلته خلاص يتشال على الثلاجه، ما تستنوش تبرد طبعا شويه وتدخلوها الثلاجه. طيب هو هل بقى لما تدخل الثلاجه كده البكتيريا بتموت؟ لا، البكتيريا بتقل نشاطها، او يعني بنشل حركه البكتيريا بمعنى الدارج يعني في الثلاجه، عشان كده ما ينفعش تقعد اكتر من 3 لـ5 ايام، بدليل ان الاكل في الثلاجه لما بيقعد فتره اطول من اسبوع بيبدا يبان عليه العفن وريحته بتبوظ. فاحنا برضو نخلي بالنا من الثلاجه كمان تكون درجه الحراره بتاعتها مش 5، لان الثلاجات دلوقتي موجوده من 1 لـ5، فاحنا ما ينفعش نحطها على درجه حراره 5، لان دي درجه حراره نشاط البكتيريا. اقصى حاجه خليها 4 درجات ونحفظها. الاكل المستوي فوق، والاكل الناي او هنحطها في الثلاجه تكون في اخر رف خالص علشان خاطر لو فيها ميه او حاجه ويكون تحتيها طبق. طيب اخر سؤال، وهو الفراخ. انا فهمت ان انت بترشحي اكتر الفراخ المجمده مش الفراخ من عند الفرارجي. لا، هي الفراخ المبرده. المبرده اشمعنى بقى؟ ومش من عند، يعني لو انا هجيبها من عند بتاع فراخ موثوق فيه، لان بتاع الفراخ مش بيذبح فراخ بس، وعنده بط وعنده ارانب وعنده حمام فبيحطوا كله على ستاند واحد، فمن هنا بنعمل حاجه اسمها كروس كونتامينيشن او التلوث العرضي. بيحط حاجه مكان حاجه وبينقل الفيروس هنا وفيروس هنا، والحاجه اللي بيحط فيها الفراخ عشان تطلع ريش بيحط فيها حاجات كتير قوي تطلع ريش، فدي كلها امراض. ممكن فرخه ما تكونش مصابه بفيروس او بالبكتيريا بتاعت السلمونيلا وناخدها مصابه بسبب الحاجات دي. الرقابه اكتر بتكون على مصانع الفراخ، عشان خاطر دي بيكون تحت بياخدوا تقرير او بياخدوا افاده يعني ان هم يفتحوا حاجه زي كده من وزاره الصحه، فدي بيكون عليها رقابه اكتر. لكن لو بتاع الفراخ موثوق فيه ما فيش مشكله. طيب قصه البيض في الثلاجه، او قصه البيض في الثلاجه، في ناس بتجيب البيض تغسله وتحطه في رف الثلاجه، ده لا،
لان البيض عباره عن قشره البيض مسام، فاحنا بندخله رطوبه وبنحطه فوق رف الثلاجه. لا ما نحطش على الرف اللي بره الثلاجه، ده بيتحط في علبه ويتقفل كويس جدا، يتحط جوه الثلاجه او نخصص له رف من رفوف الثلاجه اللي تحت ونحط البيض فيه، مش مغسول ولا اي حاجه، هو بيتغسل قبل الاستخدام على طول نكون غسلينه. غير كده البيض بندخله رطوبه والميه فهيبوظ واحنا مش واخدين بالنا. تمام، بشكرك جدا مرسي على المعلومات الحلوه دي، فعلا مهمه جدا ان احنا نعرفها. ميرسي، شكرا. انا وشكرا كنت معاكي. ميرسي، بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. هنروح بقى الفاصل ونكمل مع بعض اخر فقره. اهلا بيكم معانا من الفاصل، وجينا دلوقتي لفقره محبي المشاريع ومعانا شنط مميزه ومرسوم عليها كمان. معانا النهارده المهندسه مي احمد، مصممه حقائب. اهلا بيكي. اهلا بيكي، منوراني. ميرسي، ده نورك. ميرسي. حضرتك مهندسه ايه؟ مدني. مدني وقررتي انك تخشي في فكره الشنط، صح؟ مظبوط. الموضوع جه ازاي؟ الصراحه يعني اشتغلت في الهندسه 7 سنين بس ستيل في حاجه كده مش لاقيه نفسي فيها، فجت كورونا حصل دروب جامد. من ازمه كورونا جت لي الفكره، ليه ما غيرش شكل الشنط ونعمل عليها ديزاينز بتصميمي وبدانا. ده شيء رائع جدا. خلينا نتفرج كده بقى على الشنط والتصميمات والرسومات اللي موجوده على الشنط. يلا بينا. ايه الجمال ده؟ لا بجد، اصل انا مش شايفه، انا شايفه زيكم دلوقتي. الشنط ظهرها ليا. ميرسي. بس بجد انت رسام نفسك؟ لا، انا معايا ستاف كلهم رسامين، وهيد الرسامين طوح. شيرين، ده رسمه تحفه. يعني انت جبتي ناس بيشتغلوا معاكي بيرسموا وانت بتعملي تصميم الشنطه والخامه وخامه الشنط والالوان والستايل وازاي الرسمه هتكون راكبه ازاي على الشنطه، كل ده انا والرسامين معايا من بندايزينو كمان. جميل جدا بصراحه. طيب والحفاظ على الشنطه زي ديت عادي ولا بيبقى صعب؟ لا عادي، هو بس ما يتجابش عليها لا اي اسيتون او اي كحول، بس او ميه ولا او ميه او ميه خفيف، يعني ما يعني نحافظ عليها قدر الامكان عشان ما يروحش، هو الميه ما تاثرش عليها، بس مش مباشر يعني نمسك ميه ونعمل كده. أيوة. لا. والالوان المستخدمه طبعا الوان عاليه جدا، يعني الوان خامتها عاليه جدا ما بتتاثرش ميتاليك، عشان كده هي مناسبه للاجواء المصريه مش جداً الاجواء الاوروبيه جداً علشان الاطار هنا احسن كده. طيب الخامات ديت ايه، جلد طبيعي؟ او تمام، جلد طبيعي وفي منها جلد صناعي حسب الطلب. بالظبط، طبعا الجلد الطبيعي بيبقى اغلى بكتير. بالظبط، حسب كل حد وامكانياته. مظبوط. اعتقد اصلا ان الواحد عشان يحتفظ بالجلد الطبيعي بيبقى اصعب شويه من الجلد الصناعي. مظبوط. صح كده؟ صح كده، صح. كل ما حافظنا طبعا على الشنطه وفي الاستخدام بتبقى استخدامنا ليها كويس وحافظنا عليها بعد ما رحنا ورجعنا، طبعا بتعيش فتره كبيره، يعني غير لما يبقى طبعا انت بتستهمليها او مش بتحافظي عليها، فالعمر بتاعها الافتراضي طبعا بيبقى سريع. يعني الواحد بيقدر يطلب منك شنطه بشكل معين؟ اه طبعا، ده موجود وده موجود. طبعا تصميمات اساسي بنعمل كوليكشنز، يعني عملت كوليكشن فرعوني، عملت كوليكشن خط عربي، عملنا كوليكشن ابراج، حاجات عليها اسم، حتى الشنطه اللي هي السودا دي بقى عليها بيطلب مثلا ان انا احط اسم صاحبه الشنطه عليها، ده بنعمله. بس اساسي طبعا انا بعمل الكوليكشنز دي. اي حد عاوز بقى حاجه سبيشال ليه مثلا بصورته، حتى ممكن صورتك احولها مثلا لنفرتي يعني ملكه فرعونيه، حلو، او مثلا حاجه افريقي، فحسب الطلب برضه. ان كل حد عايز يغير من شكله، ممكن بالزبط شكل كرتوني مثلا، بالزبط يبقى شكل بالزبط وش حد على كرتون، على شخصيه كرتونيه. ايوه، تبقى هديه حلوه جدا لاعياد الميلاد. جدا جدا، بيجي لي عليها طلب كتير فعلا. بجد تسلم ايدك. انا يعني سعيده قوي بالشغل الراقي ده والحلو. كورونا على فكره طلعت مواهب يا جماعه، بجد حقيقي كميه الناس اللي جم وعندهم اصلا يعني اصلا دارسين حاجات تانية خالص، دكاتره ومهندسين زي ما احنا شايفين، وفتره كورونا ابتدوا يطلعوا يبدعوا في حاجات تانية كتيره جدا. وانا دايما بشجع
المواهب لانها بتجيب طاقه ايجابيه وبتخلي الواحد سعيد جدا لما بينجز حاجه بنفسه وبيبيعها كمان، بتفرق جدا جدا. انت فتحتي صفحه بقى وبتبيعي عليها بالظبط، عملت صفحه وبراند فعلا عليه، هتلاقي على كل شنطه اللوجو بتاع البراند اتش اند سي باجز، عملته اونلاين وفعلا بسوق عن طريق اللايفز والكاستمرز عندي على الصفحه متفاعلين جدا وانبهروا بالشغل. لان انا مش بس الوان، يعني انا لو تلاحظي في شنط عليها ستراس، في شنط استخدمنا فيها ريش طاووس مثلا، الفستان الدريس نفسه عباره عن ريش طاووس او ستراسز كبيره، فكنت بدخل حاجات تانية مع ورد بارز، فقد ايه كان فعلا ما بيسمعوا بيشوفوا ان ده هاند ميد، يعني بيتخضوا لان شكله فعلا كانه مطبوع طباعه. طب سؤال، انت بتعملي طبعا تصميم الشنطه وبتجيبي، انت بتشتري نوع الجلد، بتروحي بقى عند حد يعمل لك التصميم ده؟ لا معايا انا، معايا تيم متكامل، والهيد بتاع التيم هي شيرين، هي اللي بترسم بقى عليها، يعني انا معايا مجموعه مش بس. لا اقصد الخياطه بتاعت الشنطه. اه لا دي في ورشه؟ دي بالظبط، دي بتبقى انا متفقه مع ناس ينفذوا لي الكلام ده بخامات معينه، طبعا مش اي حاجه، مع ورشه باخد منهم الشغل وبننفذ بقى احنا الديزاينز دي كلها. بجد تسلم ايدك. اخر سؤال حابه اساله الحقيقه، الخامات دي مصريه يعني الجلد ده مصري ولا مستورد؟ لا مستورد. مستورد. طب ايه ظروف الجلد المصري؟ الجلد المصري موجود في الخطه دلوقتي، يعني انا ناويه ادخل مع المستورد ده جلد مصري، بس لسه يعني اندر بروسيس في البلان، بس لسه ما بداناش فعلا في تصميم، بس فيري سون هنبدا في الجلد المصري ان شاء الله. الجلد المصري جداً حلو جداً ولا؟ لا حلو جدا جدا ومطلوب وعليه طلب، وبيسالوا يعني في الامارات وفي اماكن تانية بيسالوني هل الجلد ده صناعه ايه، عليه طلب يعني. تمام، زي ما احنا عارفين مثلا القطن المصري معروف بالزبط. عالميا يعني بالزبط. اي حاجه مكتوب عليها قطن مصري دي بتبقى حاجه فخمه جدا وقويه جدا وحلوه قوي، فعشان كده بسال هل الجلد برضو لا الجلد المصري اه والجلد الطبيعي لا حلو جدا جدا وهيبقى عليه اقبال ان شاء الله وهندخله باذن الله. يا ريت. انا ان شاء الله يعني حابه جدا ان احنا نشجع الصناعه المصريه، يعني بلدنا أكيد. جميله وفيها كل الحاجات أكيد. فعلا جميلة أكيد. الفرعوني أصلا يعني الفرعوني الديزاين الفرعوني نفسه كنت متخوفة أن أنا أعمله على شنطة، جاء من ترند نقل الموميات وبعديها على طول بدأت في تنفيذه، وقد إيه مش عايزة أقولك لا إقبال وناس قد إيه إحنا فخورين إن بلدنا فيها حاجات كده وبتطلع تصميمات كده، يعني كان لقى عليه إقبال كتير جدا، فإن شاء الله الجلد هيدخل قريب بإذن الجلد المصري إن شاء الله. إن شاء الله. نورتيني. حابة تقولي أي حاجة قبل ما نختم؟ حابه اقول يا جماعه ما توقفوش، دوروا على الحاجه اللي انتوا بتحبوها وابدعوا فيها وعفروا وتعبوا، اكيد التعب ده ربنا ما بيضيعهوش وهتوصلوا ان شاء الله للي انتوا عاوزينه اكتر باذن الله. ما انا واثقه اكيد انك تعبتي في اول مشوار جدا صح؟ جدا جدا. لازم يكون في تعب، لا خالص، سهر وتعب وتفكير وتغيير، وده وده لا، هيمشي مش هيمشي، بالليل بقوم ببقى في دماغي، يعني الموضوع مش سهل خالص، بس كان عندي كده ايمان ان انا وان داي هوصل. هو ده، هو أيوة الايمان، بريق الايمان ده لما يكون موجود بتتحقق. بالظبط، هي الاراده. ده مش موجود هتلاقيه. بالظبط، هي الاراده. نورتيني بجد، بشكرك قوي. شكرا. بتمنى يا رب الحلقه تكون عجبتكم، حلقه مليانه بصراحه كميه معلومات وحاجات جميله جدا. اتفرجوا على الاعاده، اشوفكم على خير بكره على هوا ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.